معلم، بدي أسألك سؤال شاغل تفكيري من فترة طويلة. اسألوني قبل أن تفقدوني. سأل لجاوبك. هلق لواء اسكندرون وهاتاي وماتاي والريحانية وجبال زغاروس والبحر والسهل، معقول هدول سوريات؟ لك لا يا زلمة، كذب، هدول تركيات من يوم يوم، ونحن هيك نعرف. بالله يا حجي، بالله سمعت لك سمعة من مصادر موثوقة انه سوريات، وقال ها قال بدهم يرجع لسوريا بالصرماي. الله يعزك. لك اف بالصرماي، هاي شلون؟ بالله كني نغمة جديدة، ما هيك؟ اي والله، لا تاخذ مني غير الكذب، بس تعرف انت يعني مجلس الشعب يعتبر السلطة الأعلى في كل دولة، وهي السلطة بكل ثقة نفسها طالبت باللواء. بالله عم تحكي عن جد؟ خيو شو هي الصيغة اللي كان السؤال فيها أثناء المطالبة؟ اي والله الصيغة هي كالتالي: وينك ولك أردوغان؟ نحن قبل في عهد بوباسل صحيح سامحناك باللواء وأخذنا حقه، بس الظاهر أنك ما عاد استحيت، نحن بدنا لوانا وهلق. اي بالله هيك كانت القصة، والأتراك شو ردوا؟ بالله شو قالوا للمجلس هذا؟ أهلا وسهلا مثلا، يعني بكرة تعالوا خذوا اللواء، بس عبين ما نحمموا ونطفوا ما حلو يسلموا للشباب وسخ، مثل ما سلموا محروق النفس الله يحرق باطل الأتراك، سلموا على نظاف، الاستلام على نظاف كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم على المكشوف. في ظاهرة فلكية جديدة، أو فيكم تعتبروها ظاهرة مخية جديدة، تؤدي إلى انفصام المخ عن الواقع وإنهاء تقيد الجسم فيه، تحدث فقط في سوريا في مناطق الإجرام الحاكم، وفقط في مجلس اللا شعب أو النص شعب أو تلت الشعب. الشعب السوري المسكين في مناطق سيطرة العصابة عايش ما بين شبح الجوع وهلوسة العظمي، وما حدا يفكر العظمي الأنفة، أنا بقصد العظمي العظمي اللي تتسلى فيها الكلاب والبساس أجلكم الله. أنا بصراحة كنت فكر بس بشار وعيلته شلة بين ومساطيل، لكن من خلال متابعتي وملاحقتي لهي الظاهرة البشعة اللي تفشت بالمجتمع السوري الداخلي خلال سنوات الثورة والحرب، وبصراحة بعد البحث والتفحيص والتفحيط أثناء البحث بين لي نتائج خطيرة وكارثية، بس ترى مو من عند بشار، لأن بشار شو ما كذب وصلخ من الكذب بيضل بيدافع عن كرسي صار له متخوزق عليه من دور أبوه. لكن اللي أدهشني صراحة أكتر هو مجلس الشعب الأجدب اللي نفضيحة لفضيحة، والشغل الحلوة لما نتذكر محاسن الموتى نقول عن اللي اندفسوا من مجلس الشعب الله لا يردهم، تركوا صواريخ للكذب وراهم شي بعيد المدى. أنك الوطن العربي قليل عليك، الوطن العربي قليل عليك، فأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس. بدو سيف الحد، وشي قريب المدى وشي بين بين، يعني متوسط المدى. فضيحة جديدة من فضائح أنقاض الدولة السورية، اللي حتى رجالها اللي على أساس عليهم الاعتماد صاروا أنقاض رجال، وصاروا عبارة عن حكام، أو بالحقيقة هني حطام من الرجال من الأول، بس ما كنا كاشفين هالشي للأسف. تدافع ظلم الدولة الأسدية خلى الشعب يكتشف الإبداعات اللي كانت مخباية يوم كان الشعب بصراحة بحاجة إلها لتعطيه قوة دفع للأمام، مثل ما عم تعطي سيد التصفيق دفش للأمام ليتمادى بوقاحته وإجرامه تحت مسمى تأييد الشعب لقتل الشعب. وفجأة بدون سابق انذار اتخذت العصابة الأسدية نفس الأسلوب المتبع في قتل الشعب الحر، وهو القصف بشكل مباشر دون انذار أو دون تمهيد للموضوع. وعقولة المثل السوري: يا غافل إلك الله، الشعب التركي البريء الوديع اللي عايش طول عمره من الفجر للمغرب بالشغل، بينط واحد من مجلس الكراكوزات السوري ويفاجئ العالم بخبر حقيقة يعتبر خبر صادم، وفجر قنبلة مضيئة، واحدة صوتية والتاني هجومية. محمد نمري الماشي أحد أعضاء الحظيرة الأسدية، مع الاحترام الكبير لبيت الماشي الذي يعتبر أحد بيوتات العشائر العريقة، بالله عليكم ما قدرتوا تحطوا غير هالحلزون هذا أبو خط ممثل عنكم. سيد الرئيس، سوريا فقدت، شعبها فقد أثمن ما في الدنيا، هو الأمن والأمان الذي كنا نتمتع ونعيش به بكل حرية وديمقراطية واحتراما وتقدير. اليوم لفقدان هذا، تشكيل العصابات على الطرق والتشريح والسلب والنهب والخطف بسبب عدم وجود الأمن والقتل أيضا. شوفوا له السمعة. طبعا بعد البحث والتدوير والنكوشي والبحوشي، طلع مو بس المدفوس قابض حق اللواء، طلع مجلس الدولة كله قابض عقولة عادل إمام نحن مقبضين الكل. وبغباء لا محدود من ابن الماشي ابن الستين طلع اللواء الشباب مسامحين كمال أتاتورك فيه، وبعدهم وقعين صك المصالحة مع أردوغان بدون علم الأخ أبو سندس اللي إلو في كل مغراية إلو ملبساية. إيه لكن لأن اللواء وسكان اللواء ملك أبوكم يا خوان يا بياعين الأوطان والشعوب. إذا بلد كامل بشعبه بحوايره بذكرياته بكرامته بعتول المجوسي الجديد الإيراني، وشرفكم بعتول الروسي وقفت على اللواء. خلونا نشوف قصة اللواء، وهل يا ترى هو حقيقة سوري فعلا؟ لواء اسكندرون هو في الحقيقة كان جزء من الخلافة العثمانية الكبرى، بعد ضعف الحكم العثماني كان
عن جزء من المملكة العربية آنذاك. بيعتبر اللواء ذو موقع استراتيجي هام جدا، كونه مشرف على البحر المتوسط ومنفذ لمدينة أهالي حلب لتصدير بضائعهم عبر ميناء الإسكندرون الشهير. وكانت في فترة من الفترات مدينة أنطاكيا مقر للرومان في الشرق قبل ما تجي الفتوحات الإسلامية وتمشط المنطقة تمشيط، بتعطي اللواء طابع تاريخي آخر ذو صبغة إسلامية. فمنين لوين عم تطالب فيه العصابة الأسدية؟ الحكومة التركية الشقيقة اللي كان النظام حاطها بين عيونه ومغطيها برموشه، لكن كل هذا الدلال ما بين معها على ذمة مجلس الشعب السوري وعلى ذمة شلة القومجية العربية اللي صرعونا بمصطلح القومية رغم انها مصطلح بحياة ومفاد الشعب المسكين اللي عبى كوكب الارض بفضل الرئيس الحقير ابو دانات. نحن بفترة من الفترات مثل ما بيقول الاردني بعطياتهم عطوة للي يستاهل، فنحن عطينا تركيا عطوة تاريخية، عطيناهم شقفة قد نص لبنان وسكان بيطلعوا قد لبنان الا شيء بسيط، وهي العطوة ما بينت بعيون اردوغان اللي جاب لنا الارهابيين والبواقين وقطاع الطرق اللي خربوا البلد ونزحوا العالم. هاي هي الرواية الرسمية لحكومة الكذب والنفاق الأسدية. أردوغان أفندي فتحنا له الباب ورحبنا به وفتحنا له معامل وسمحنا لأبناء تركيا اللي هم أخوة لنا بزيارة سوريا المتعددة وفتح الحدود والسمح لهم بالبطاقة الشخصية، فهذا كان بالحلم ما يتوقعونه. فهذا نتيجة معروفنا معك يا أردوغان، تبعث لنا مسلحين وتستقبل من الحرامية والنهابين والسلابين أموالنا المنقولة ومعاملنا وتشتريها بالفرنجات. هذا العمل فلا تنسى، ما نترك لواء اسكندرون لآخر ساعة، كنا مسامحينك بس الآن ما نسامحك. لا ما بعيوني والله بيخوف، كرهوني يا أخي كرهوني ما بعرف ليه. يعني بلا أكل هوا يا أبو بلال، كنا مسامحينك بس الظاهر إنك من قلة الأصل ما بتعرف قيمة الهدية عند العرب، وكأنه عم يقول له نحن خونة إيه وعلى الإعلام وبكل وقاحة، ونحن كشعب حر إيه شو بدكم من الأخير مشان نفهم وبنعرف شو القصة وشون بدنا نتعالج مع هذا الموضوع الجلل. بس عادي يعني نحن رح نعطيكم إبرة البنج، عفوا إبرة الصحو اللي أنتم بحاجة إلها، لأن التبن اللي عم تتعاطوه كأنه تبن لبناني خشن مثل تبن حسن نصر الشيطان اللي عم يتعاطاه وجماعته. وبينما أنا عم تابع تلفزيون العتيد وإذا بالصدفة سمعت لك سمعة بتوقف شعر البدن بصراحة، راح خبركم شو سمعت. وفي بيان بمناسبة الذكرى 82 لسلخ لواء اسكندرون، أكد المجلس أن الاتفاق الثلاثي بين الاحتلالين الفرنسي والبريطاني وتركيا عام 1939 لسلخ اللواء هو اتفاق عار وخرق فاضح لالتزامات فرنسا كدولة وانتهاك واضح وصريح للمعاهدة التي وقعتها مع الحكومة السورية، وتنص حرفيا على أن تأخذ سوريا على عاتقها جميع الالتزامات التي كانت زمن الانتداب بما فيها مناطق الاستقلال الإداري. يعني موضوع بهمة رجال الجيش العربي السوري واللي بتخوف، يعني نحن بسوريا بصراحة على ضعف الناس المادي، لك حتى سطوح هدوها أصحاب الهمة وسلبوا الحديد، فشلون هدوليك الحمير إذا وصلوا لأنطاكيا أو الإسكندرون أو ضيع اللواء لتشوف تشويل الغسالات والبرادات ماشي من إسكندرون حتى البصرة جنوبا، شنو الشباب يعني تفوق في هذا المجال. فيا حضرة المذيع البهيم، شلون هدول بدهم يبنوا بلد وهني حتى الدجاج سرقوه؟ على كل حال نرجع نشوف محمد نمر الماشي وشوف في عنده حكي، كون الزلمه يعني وجه ربعه مبين. قلتكم مبين الا مو مبين؟ اي والله الظاهر هذا من اللوفاجيه مثل ربعه اللي كثيرين يتمسحوا بضريح حافظ. اي خيو محمد، على كل حال هات لنشوف اذا في عندك شيء سلبي تاني خلينا نسمع. فيا سيد الرئيس، المصالحه تريد تمهيد، التمهيد على الشكل التالي. اولا طالبوا بحقوقكم، طالبوا زياره اهل الشهداء العسكريين، زيارة أهل الشهداء المدنيين وإعطائهم الشيء المعنوي، بل العسكريون يريدون ودية. المصابين بعجز أثناء الحرب إعطائهم مصاريف، العفو عن المعتقلين الموقوفين لدى الجهات الأمنية. ها هي المزة معبية من الناس من أرياف سوريا يطلبون ويدورون على أبنائهم ولا يعرفون بأي مكان، ما يعرفون مصيرهم. أرجو من الحكومة إحالتهم القضاء، المدان يتوقف والبريء يترك إلى أهله. خيو هاي المصالحة هاي فهمناها، بوسة لحية ودقن وفروشتين ومشي الحال ودعم المصابين كمان يعني مو صعبة، بس موضوع المعتقلين يعني ردوا عليك الشبيحة تبع الأسد إلا لسه، مشان نبشر أهاليهم على أقل تقدير يعني نقول لهم شباب ترى مو ناسينكم. أنا بعيونا
ضحكتني بنص العزاء. تعال لكن بصراحة جماعة القومجية العربية لهم رأي الجماعة خلطوا الشامي على العامي، يعني صار عليهم مثل المثل اللي قال مثل أمدامس أكلة الرطب واليابس. جماعة القومية حطوا فلسطين والإسكندرون جزء لا يتجزأ من القضية العربية، والدكتور سليم خراط يخرب بيتك شو خراط وشو صاروخ وشو مشان إقليم الأحواز العربي ولا إيران خطي، يعني حرام حرام نزعلها، هاي إيران هاي. المسألة الفلسطينية ومسألة اللواء هما في العمق مسألة واحدة، هما مسألتان تاريخيا تولدتا نتيجة تقاطع الاستراتيجية الغربية الاستعمارية تجاه أمتنا ومنطقتنا وتجاه هذا المشرق بالتفتيت، هذا المشروع التفتيتي الذي بدأ باتفاقية سايكس بيكو. عندما نتكلم عن سلخ لواء اسكندرون وتقسيم فلسطين فنحن نتكلم عن المرحلة ما بين وبين وإلى أين، هذا العنوان كنت قد وضعته الآن عنوان لهذه المحاضرة لأقول بدأنا بسايكس بيكو وتقسيم المنطقة، الاستعمار لم يتغير، الاستعمار لا زال بوجوده قديما وحديثا، السيناريوهات مستمرة ومتعددة. ها جديدة هالنغمة. ومن الكذب ما قتل، العمى هدول فاصلين على الخالص والله. خيو كنا معكم على تحرير لواء اسكندرون، بس يعني الموضوع بده مراوغة وحنكة سياسية وعسكرية وتظبيط شوي الشغلات، وبعدها إن شاء الله إن شاء الله نحررها. بس عم الحجي يعني شو رأيك بالخطوة اللي مقررها مجلس الكراكوزات؟ ويا ترى معقول في عقبات؟ في شغلة واحدة عقبة، يعني هي بس نقدر نزيل هاي العقبة من حرر لواء اسكندرون. أول شيء لازم نعلن بأن حافظ الأسد خائن لأنه وقع على اتفاق أضنة، واتفاق أضنة يقول بأنه المشاكل الحدودية بين تركيا وسوريا هي صفر، لا يوجد أي مشكلة حدودية. هو اعتراف خالصي يعني ما عاد في لواء اسكندرون، هيك اعترف، هيك وقع حافظ الأسد. فمجلس الشعب السوري بالخطوة الأولى يعني كخطوة مبدئية تمهيدية لاستعادة لواء اسكندرون يجب إعلان أولا، إذا كانوا هم زلم، أشك أنه فيهم واحد زلمة يعني زلمة أبو شوارب يعني رجل يعني مش أنه ذكر، حتى ذكورتهم أشك في هذا التبعين مجلس الشعب السوري. أول شغلة بيطلعوا بيقولوا إحنا مسحوبين من اتفاق أضنة ونحن نوجه تهمة الخيانة العظمى لحافظ الأسد. بس هون انت بتفتح الباب امام قواتك العسكرية، بالاول انت بدك تمهد للمعركة سياسيا، بدك تنسحب باتفاق عضنة وتعلن ان من وقع اتفاق عضنة عدنان بدر حسن نيابة عن حافظ الاسد هو خائن، يعني حافظ الاسد خائن، ما هو اللي وقع اتفاق عضنة بواسطة مين؟ بواسطة حسني مبارك ايام اللي بذكر، وهذا قال انه لا يوجد مشاكل حدودية بين سوريا وتركيا، هذا الاتفاق اتفاق ومسجل في الأمم المتحدة. إذن عندنا خطوة والثانية إن شاء الله منكون قاعدين بنص لواء اسكندرون. أنتوا يا مجلس الشعب السوري خذوا الخطوة هاي واتركوا تحرير اللواء علي، أنا بدي أحرر لكم اللواء، بس أنتوا اعلنوا إلغاء اتفاق أضنة واعلنوا أن حافظ الأسد خائن واتركوا اللواء علي، عليها جيطرة وتأخذها من هالشنب. الموضوع مثل ما حكى الحجي بالحرف، فالخيانة ناخرها الزناديق نخر من قبل ما بيستلموا الحكم، لأنهم صفويين وما لهم علاقة بشعور أو عروبة، وعم يحاج تبيعوا الشعب حقن تبريد وحقن كذب، ورمت قلوبنا وقلوب الشعب منها، وصرنا مسخرة للقريب والبعيد، وشي بيضحك علينا وشي بيتمسخر، قال اللواء يا عمي، لك اتركوا اللواء مكيف عند عمو أردوغان، أقلها ما بتطفى عندهم الكهرباء وما بيصف على الدور خمس ساعات ليعبي بنزين مثل الشعب السوري اللي من كتر السعادة عم ينفخ وبيطق وبيموت. كان معكم في حلقة جديدة من برنامجكم على المكشوف، قيس الحاج حسن، ودمتم بخير.